في المحاضرة ديت هنتكلم على الميزوديرمال ديريفاتيفز اوف ذيفارينجيال ارشز. المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا على الاكتوديرمال والاندوديرمال ديريفاتيفز وتخيلناها بالممبرينز اللي تشبه الاجزاء المتبقية من البالون اللي احنا بنلعب فيه في الاعياد وينفجر، وبناخد الممبرينز المتبقية نشفطها بالفم بتاعتنا ونطلع منها أشكال مختلفة بنسميها الزقازيق اللي بتخبطها في راس بعضنا ونلعب بيها في الأعياد كلعبة دعابة. الميزوديرمال دريفاتيفز هي الجزء الثاني من ألعاب الأطفال إن صح التشبيه. الأطفال تحب تلعب بلعبة الطين الصلصال. أنا أحب أوي أشبه الديريفاتيفز اللي بتخرج من الميزوديرم بصفة عامة بالأشكال اللي بيكونها الأطفال من خلال الطين الصلصال. فكان الميزوديرم اللي هيكون الديفرنت بودي أورجانز في الأماكن المختلفة يشبه الطين الصلصال، لكن هنا الخالق سبحانه وتعالى هو اللي هيشكل منه البودي اورجانز المختلفة. ازاي؟ الفرنجال ارش زي ما احنا اتفقنا كل ارش كان عبارة عن ثلاث اجزاء، اكتوديرم واندوديرم وفي النص ميزوديرم. الميزوديرم اللي كان بالداخل اللي هو يشبه عجين طين الصلصال، يد القدرة سبحانه وتعالى هيشكل من هذا الميزوديرم أشكال، تصبح هذه الأشكال بعد ذلك بونز وكارتريجز وليجامنتس ومسلز. فبالتالي كل أرش من الفارنجيال أرشز هيخرج منه ديريفاتيفز بطريقة تشبه الديريفاتيفز اللي بتخرج من الطين الصلصال عند تشكيله، فيخرج منها بونز وكارتريجز وليجامنتس ومسلز. في الدياجرام اللي امامي دلوقتي ده انا هاخد البونز والكارتريجز والليجامنتس وهسيب للشريحه الجايه المسلز. البونز والكارتريجز والليجامنتس هتخرج من الستة ارشز من خلال كارتريجز هي اللي تؤدي لتشكيل البونز والليجامنتس. ازاي؟ الفيرست فارنجيال ارش كان بينقسم الى تو بروسيسز او تو كارتليجز. البروسيس اللي فوق ده مش تبعنا دلوقتي، اسمه ماجزيلاري بروسيس، كان هيكون المجزله والزيجوماتيك بون. البروسيس الثاني يتحول للكارتليج اللي اسمه ميكلز كارتليج. يبقى الكارتليج الاول اللي يخرج من الفيرست فرنجيال ارش هو امتداد المانديبولار بروسيس اللي كان انشق من الفيرست ارش وهينقسم لثلاث اجزاء، سيفاليك بارت او كرينيال بارت وانترميديات بارت وكودال بارت. السيفاليك بارت اوف ذا ميكلز كارتليج، ده الميكلز كارتليج اللي خارج من الارش الاول او من الميزوديرم اوف ذا فيرست ارش او ميزوديرم اوف ذا فيرست فارنجيال ارش. هذا الميكلز كارتليج اللي هو كان اساسا المانديبولار بروسيس اوف ذا ميزوديرم اوف ذا فيرست ارش هينقسم لثلاث اجزاء، كرينيال بارت وانترميديات بارت وكودال بارت. الكرينيال بارت هيختفي بس بعد ما يكون ثلاث حاجات، ثلاث عظمات، عظمه اسمها ماليس وعظمه اسمها انكس وعظمه اسمها سباين اوف سفينويد. الماليس والانكس دي كانت من عظام الاذن الوسطى اللي هناخدها بعد شويه، اما العظمه الثالثه من عظام البيز اوف سكار دي كانت جزء من السفينويد بون اسمها سباين اوف سفينويد. يبقى هنا الكرينيال بارت اوف ذا ميكلز كارتليج اختفى بعد ما كون تحول الى ايه؟ الى
ثلاث عظمات، ماليس وإنكس وسباينوس فينوم. الانترميديات بارت، الجزء الاوسط من الميكلز كارتليج، هيختفي، يحصل له ديجنريشن بس بعد ما يتحول لليجمنت. هذه الليجمنت تربط السباين اوف سفنود بالمندبول. الليجمنت دي سموها سفينو مانديبولار ليجمنت. اما الجزء الاخير الكودال بارت اوف ذا ميكلز كارتليج، فهيحفز الميزوديرم اراوند علشان يكون المندبول، فنجده يختفي بعد ما يساهم في تحفيز الميزوديرم اراوند انه يكون المندبول، ويترك اثر اختفائه في صورة كنال اسمها مانديبولار كنال. ده كان الميكلز كارتليج. الكارتليج الثاني اللي خرج من الميزوديرم اوف ذا سكند ديفرنجيال ارش، كان اكتشفه عالم الماني بيسموه ريكاردز او ريتشاردز كارتليج. الريكاردز كارتليج ده هينقسم هو الاخر لثلاث اقسام، كرينيال بارت وانترميديات بارت وكودال بارت. الكرينيال بارت يحصل له ديس ابيرانس، لكن بعد ما يكون عظمتين اتنين هيكون عظمة اسمها ستيبس. دي العظمة التالتة من عظام الاذن الوسطى مع ماليس وانكس. العظمة التانية دي اسمها ستايلوت بروسيس. يبقى الكرينيال بارت اوف ذا ريكاردز كارتليج هيكون ستيبس وستايلوت بروسيس. الجزء الاوسط الميدل او الانترميديات بارت اوف ريكاردز كارتليج هيختفي بعد ما يتحول لليجمنت. It disappears after it is transformed into ligament. الليجمنت دي هتربط الستايلوت بروسيس بحاجة هنا هتبقى الهيود بون. مين الليجمنت دي؟ اسمها ستايلو هيويد ليجمنت. اما الجزء الاخير من هذا الكارتليج اللي هو الكرينيا الكودال بارت، هيحصل له ديس ابيرنس بعد ما يتحول الى الابر هاف اوف هيويد بون مع الليسر هورن او الليسر كورنيو بتاعه. دي الدريفاتيفز اللي خرجت من السكند كارتليج او الكارتليج اوف ذا سكند ارش اللي اسمه ريكاردز او ريتشاردز كارتليج. طيب الميزوديرم اوف ذا ثيرد ارش، الميزوديرم اوف ذا ثيرد فارينجيال ارش هيكون كارتليج ملوش اسم، النون، يسموه السيرد كارتليج. فين؟ اهو ده السيرد كارتليج. هذا الكارتليج هيتحول الى الجزء المتبقي من الهيويد بون اللي هو اللور هاف اوف ذا هيويد بون مع الجريتر هورن او الجريتر كورني واللي شايلها. طب الفورس كارتليج، الفورس كارتليج او الفورس ارش او الميزوديرم اوف ذا فورس فارينجيال ارش هيكون كارتليج يسموه الفورس كارتليج ملوش اسم، سرعان ما يحصل له ديس ابيرنس بس بعد ما يتحول الى المفاجاه الى السيرويد كارتليج بالارنين بتوعه. اما الميزوديرم اوف ذا سكس فارينجيال ارش هيكون كارتليج اخر، هذا الكارتليج يحصل له ديس ابيرنس بس بعد ما يكون كل اللارينجيال كارتليجز المتبقية باستثناء الثيرويد اللي هم مين؟ الكريكويد والاريتينويد والكورنيكيليت والكيونيفور والإبيجلوتيك. طيب يبقى دلوقتي اذا حبينا نلخص الميزوديرمال ديريفاتيفز اوف ذا فارينجيال ارشز، هنقول ان كل ارش يطلع غضروف يحمل اسم، هذا الغضروف يتحول او يحول الميزوديرم اراوند الى بون او يضمر ويتحول الى ليجمنت بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طيب ماذا عن المسلز اللي هو الديريفاتيفز الاخيره اللي طلع من الفارينجيال ارشز؟ المسلز اللي طلع من الديفرنت ارتريجز الديفرنت ارشز
مرتبطة ارتباط وثيق بالكارتليجز الستة وبمشتقاتها. فهنجد ادي منظر اخر اهوت، ادي الفيرست كارتليج اللي اسمه الميكلز كارتليج اللي كان هيكون ماليس وانكس وسباين اوف سفينويد وسفينو مانديبولار ليجامنت والمانديبول. السكند كارتليج اللي طالع من السكند فارنجيال من الميزوديرم اوف ذا سكند فارنجيال ارش هيكون الريكرز كارتليج اللي يتحول الى الجزء الاعلى منه ستيبس وستايلو بروسيس وستايلو هيود ليجمنت والابر هاف اوف ذا هيود بون مع الليسر هورن. اما السرد كارتليج كان بيتحول للنص التحتاني من الهيود بون والجريتر هورن. اما الفورس كارتليج يتحول للسيرو جلاند، والسكس كارتليج يتحول الى باقي اللارينجيال كارتليج ما عدا السيرويد كارتليج. طب المسلز اللي ماسكه في هذه الكارتليجز والبون فنجدها من خلال هذا الجدول. ده الفيرست ارش، احنا قلنا بيطلع سكيليتال دريفاتيفز، خلاص عرفناها سكيليتال دريفاتيفز الكارتليجز والبونز والليجامنتس. طب المسلز، تعالوا نشوف، احنا قلنا المسلز مرتبطه بالبونز والكارتليجز، فهنجد الفيرست فارنجيال ارش اللي كان بيتغذى بالمانديبولار نيرف، الميزوديرم بتاعه يطلع لي عدد من العضلات، العضلات دي مرتبطه بالجماعه اللي طالعه منه، فنجد العضلات دي عضلات الماستيكشن الاربعه اللي هم كانوا مين؟ اللي هم كانوا التمبوراليز والمسيتر والميدولاترال تراجويد، ونلاحظ ان كلهم ماسكين في المانديبول وكلهم بياخدوا نيرف سبلاي من المانديبولار. العضله الثانيه اسمها مايلو هيويد، هي ماسكه في ماسكه فين؟ ماسكه في المانديبول وبتاخد نيرف سبلاي من المانديبولار. العضله الثالثه اسمها انتيريور بيري اوف دايجاستريك، العضله دي كانت خارجه منين؟ كان لها انتيريور بيري زي ما اتفقنا، ده كان ماسك في المانديبول في الدايجاستريك فوسا. التنسور بلاطاي والتنسور تمباناي، العضلات دي اللي كانت ماسكه في الاوستيكيان تيوب اللي جنب مين؟ اللي جنب السباين اوف سفينويد، فكانت بتاخد من السباين اوف سفينويد. من هنا كان النيرف سبلاي بتاعها مانديبولار نيرف، والسباين اوف سفينويد اهو كان احد المشتقات بتاعت مين؟ كان احد المشتقات اللي كانت خارجه من الميكلز كارتليج اوف ذا فيرست ارش. طيب الماسكولار ديريفاتيفز of the mesoderm of the second arch اللي كان بيتغذى بالفيشيال نيرف، المسلز اللي طالعه كانت مين؟ muscles of the face اللي اسمها muscles of facial expression بتتغذى بالفيشيال، البلاتيزما كانت بتتغذى بالفيشيال، البوستير بيلي اوف ذا جاستريك كانت بتتغذى بمين؟ بتتغذى بالفيشيال، الستايل هيويد بالفيشيال، الاستابيدياس من عضلات الميدل اير وتتغذى ايضا بالفيشيال. اذا عضلات اللي خارجة من السكند ارش كلها بتتغذى بمين؟ بالنيرف اللي كان بيغذي الميزوديرما اوف ذا سكند ارش. اما السيرد ارش كان الميزوديرم بتاعه اللي كان بيتغذى بالجلوسوفارينجال نيرف، الميزوديرم بتاعه كان هيطلع عضلة واحدة فقط. مين العضلة ديت؟ هي الستايلوفارينجاس، وده يفسر لنا ليه الستايلوفارينجاس هي العضلة الوحيدة اللي تتغذى بالجلوسوفارينجيال نيرف من عضلات الفاركس. الفورس ارش اللي كان بيتغذى بيه الاكسترنال لارينجيال نيرف اوف ذا سوبيريور لارينجيال نيرف اند فرينجيال برانش اوف فيجاس كان هيطلعه مين؟ الاكسترنال لارينجيال، ده كان بيغذي الكريكوسايرويد، فنجد الكريكوسايرويد مصل من العضلات اللي طالعه من الميزوديرم اوف ذا فورس ارش، وده يفسر لك ليه بتاخد من الاكسترنال لارينجال برانش اوف سيبيرو لارينجال. طب الفارينجال برانش اوف فيجاس ده يفسر لك ليه ان عضلات الفارينكس ما عدا الستايلو فارينجاس، وليه عضلات البلت ما عدا التنسور بلاتاي بياخدوا من الفارينجال برانش اوف فيجاس، لان هي ديت العضلات اللي طالعه من الميزوديرم اوف ذا فورس ارش. الفيفس ارش ما كانش بيطلع حاجه لانه اختفى ديجنريشن وحصل له ديسابيرنس. طيب العضلات اللي كانت طالعه من السكس ارش او من الميزوديرم اوف ذا سكس ارش
العضلات دي كلها كانت كل عضلات اللارينكس ما عدا الكريكوسايرويد. ليه؟ لان الكريكوسايرويد كانت بتاخد من النيرف اللي بيغذي الفرس ارش اللي هو الاكسترنال لارينجال نيرف. عشان كده هنجد ان كل هذه العضلات تاخد نيرف سبلاي من الريكرنت لارينجيال برانش اوف فيجاس. وده يفسر لنا هذا الديستريبيوشن المنظم لعضلات الفارينكس واللارينكس. شفنا الميزوديرمال ديريفاتيفز اللي خرجت من الست ارشز وكانت انقسمت لقسمين، قسم منها سكليتال ديريفاتيفز يعني بونز وكارتليج وليجامنتس، والقسم الاخر كانت ماسكولار ديريفاتيفز. وعرفنا العلاقه بينها وبين النيرف سبلاي اللي بيغذيها وعلاقه الاثنين بالمصدر اللي طالعين منه. كل مجموعه عضلات طالعه من قرش تتغذى بالنيرف اللي كان بيغذي هذا القرش. طيب تعالوا نشوف الانوماليز او الابنورماليتيز اللي ممكن تقابلنا اثناء الديفلوبمنت او اثناء خروج الديريفاتيفز اللي من الفرنجال ارشز. الدايجرام ده الرسمه ديت كانت بتوضح لي هذا الفلاب اللي خرج من السكند برانكيال كليفت او فرنجال كليفت وادى الى اختفاء الكليفت بتاع السكند والسيرد والفورس ارشز. والتهامه مع مين؟ التهامه مع الاكتوديرم بتاع البودي سيرفيس تحت النك واختفاء السكند. طب لو الكليفتس دي ما اختفتش ايه اللي ممكن يحصل؟ لو ما اختفتش وفضلت موجوده معنى كده ان في ديفكت هيحصل في الدريفاتيفز اللي خارجه من الاكتوديرم او من الاندوديرم. هنا هتظهر هذه الديفكت في صوره حاجه من اربعه. ايه الاربعه؟ ان الفارنكس من جوه هيكون ان كوميونيكيشن مع النك من بره في صوره فيستولا. الفيستولا دي سموها برانكيال او سيرفايكال فيستولا. ده عباره عن انبوب له فتحتين اتنين، فتحه في النك من بره وفتحه في الفارنكس من جوه. يعني لو دخلنا ابره في فتحه من النك والابره دي نفرت من جوه على الفارنكس نعرف ان ديت سيرفايكال او برانكيال فيستولا. طيب لو كان الفيوجن انكمبليت بين الكليفت التاني ده اللي طالع من السكند، من الفلب اللي طالع من السكند برانكيال كليفت او فرنجال كليفت، والفيوجن ده كان انكمبليت، هتتكون عين فتحه. الفتحه دي تفتح النك من بره يسموه اكسترنال سيرفايكال ساينس او لاترال سيرفايكال ساينس. طب لو كانت الفتحه دي من جوه يسموه انترنال سيرفايكال ساينس. طب لو كان مقفول من جوه ومن بره ومفتوح في النص فيعمل لنا سيست هيظهر على السايد اوف ذا نك ويسموه برانكيال او سيرفايكال سيست. ده كان مكان ظهور السيست والفيستولا، تظهر في السايد اوف ذا نيك نتيجه الانكمبليت فيوجن بتوين فلاب اوف ذا سكند فرنجال كليفت مع البودي سيرفيس بتاع الاكتوديرم على حساب مين؟ السكند والسيرد والفورس برانكال كليفس واختفائهم. لو ما اختفوش هيعمل لي حاجه من الانوماليز ديت، هيعمل سيست او ساينس او فيستولا، هتظهر على السكند على السيرفيس او السايد اوف ذا نيك قدام الاسترنو ماستويد ماسل، اما سيست زي ده وده مثلا او فيستولا لو بهذا الشكل. ادي منظر للبرانكيال سيست. السيست هنا مقفول من بره ومقفول من جوه لكن الكيس في النص. لو كان مفتوح من بره بس هيبقى اكسترنال برانكيال ساينس، لو مفتوح من جوه بس انترنال برانكيال ساينس، لو مفتوح من نص ومقفول من بره ومن جوه يبقى سيست، لو مفتوح كله من بره على من جوه يبقى فيستولا. ادي كانت الكونجينيتال ابنورماليتيز ديورينج ديفلوبمنت اوف ذا فارينجيال ارشز.